تكون عاد 2002 نتيجه ديال البحث 2002 عاد نشروا البحث هذه الاكراراميد هذه بالانجليزيه. فهذا المنتوج يكون في مادتين غذائيتين هما الفرايتس الفريت والشيبس. كاين غير في الفريت والشيبس لانه كيتكون من النشا من لاميدون من النشا الذي يسخن على درجه عاليه يعني 350 درجه حراريه فيتكون هذا الاكريلاميد وتتكون في الفرايتس في في في, في الفريت او في الشيبس. وهما المنتوجات اللي كتعطيهم الاطفال ما شاء الله. الطفل تقتلونه بالشيبس يا اخواني في مكونات جوج مكونات سرطان يعني مضره ماشي سرطانيه الاكريلاميد وفيه زيت مؤكسد وفيه ملح ليبرتونسيون فيه الملح. والطفل لما ياخذ هذه العلبه ديال الشيبس هي كافيه باش يعني تصيروا ايبرتونسيون ولا ف يعني هذه الاشياء الان النظام الغذائي الامريكي اصبح فيه همبرجر فريت وبير ولا كوك اما البيرة ولا كوكا معه يعني همبرجر فريت بير ولا كوك. فمن طبيعه الحال كل الامراض كاينه في هذه الاشخاص. لماذا؟ لانهم عندهم نظام احادي كل نهار ياكل نفس الشيء. فاذا اخذتم يا اخواني فأر واعطيتوه نفس الاكل كل يوم سيموت بعد 15 20 يوم. اذا اعطيته نفس الاكل ولو كان لحم اذا اعطيته نفس الاكل كل يوم يموت هذا الفأر. فالله سبحانه وتعالى خلق الاشياء مختلفه في الارض الفواكه الجافه والفواكه الطريه والخضر واللحوم والدجاج والبيض والاسماك وما وكذا ولا الله يكمل كذلك في سوره النحل يقول ما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه لما عدد كل وما ذرأ لكم يعني حتى الاعشاب القصبر والمعدنوس والفلي والزعتر وهذه الاشياء يعني خشاش الارض وما ذرأ لكم في الارض مختلف الالوان حتى هذه الاشياء ننتفع منها وبها. واذا كان هذا النظام ياخذونه على هذا الشكل فمن طبيعه الحال يصيبهم اشياء يعني الاكريلاميد كان في منتوجات فريت والشيبس هي اللي كاينه. البلاستيك كما قلت عليه محاضره خاصه ممكن تاخذوها من الاخوان ديال جمعيه هذه اللي في درب غلف الابداع الثقافي عندهم شريط ولا الاخر عنده يعني ممكن يعطيكم شريط. البيستيسيدات الان اصبحت هي يعني على ادهى وامر من الاشياء الاخرى. عندنا في المغرب ليس هناك قانون يحدد كميه البيستيسيدات لما الفلاحه يرشوا المنتوجات هناك قانون يحدد وقت الرش ولا كم يرش والفلاحه ما خصهمش يرشوا تقريبا 10 ايام الى 15 يوم قبل جني المنتوجات وهم يرشون ليله الجني لان يعني ما خصش المنتوج ديالو خصو الطوناج يوصل للسوق يخاف التفاح اللي يطيح ولا زيتون يفسد ولا شي حاجه فهم رشون دائما حتى الجني رشوا وهذيك يعني في اليوم المقبل يجني هذه الثمار في هذه الاشياء ويبيعها. فلا زالت هناك اشياء خطيره ينتبه يعني اليها الديوكسينات امر هناك اشياء يجب ان نتكلم عنها لان كما قلت في المحاضره يجب ان نعطي الحل ليس كلام هكذا. المحاضرة طويلة جدا ومسترسلة ونصل إلى الهرمونات في اللحوم كما قلت في الدجاج ولحوم العجول ولحوم الديك الرومي والآن القنية حتى يدخلوا لها السوماتروتروبين والأسماك كذلك أدخلت لها السوماتروتروبين هذا الهرمون هرمون التسمين واسمته هرمون النمو يعني الهرمون دو كرواسانس فأدخل إلى كل الأشياء واللحوم الآن التي سنستورد إذا ما استوردنا لحوم فهي لحوم فيها هرمونات لأن ليس هناك تسمين بدون هرمونات في أوروبا وفي أمريكا ولا يمكن أن نكذب ونقول بأن الإنتاج الإنتاج ليس فيه خطر لا يمكن. فهناك هرمونات الاستيبي سوماتوتروبين هرمون هذا وأقدم الهرمونات التي أدخلت ويعني نقف عند هذا النقطة. فالهرمونات ماذا تعمل في الجسم الإخوان الأطباء يعلمون هذه الأشياء جيدا. فالهرمونات تذهب إلى الـ IGF لأن في المناعة الجسم هناك الـ IgG والـ IgA والـ IgM الطلبه يعلمون هذه الاشياء كلها جيدا لكن هناك واحد العامل فاكتور سميتو الاي جي اف وهذا الاي جي اف هو عامل سرطان. اذا التركيز اذا يعني ارتفع التركيز فيصبح سرطان لانه يعني يبحث عن الخليه السرطانيه ثم يحفز هذه الخليه اللي كنسميو حنا سيتانا اجون ميتاجين هو يعني يجعل هذه الخليه تتكاثر تكاثر بشيع وخطير. وهذا الاي جي اف هي الهرمونات تكثر من الاي جي اف في هذه المنتوجات ومن طبيعه الحال الاي جي اف لما يكون عند البقر يمر عند الانسان هنا كاين الخطر. هو نفسه المكون الاي جي اف نفسه هي اللي كاينه عند البقر هي تمر عند الانسان هي نفسها لما تصبح التركيز في الدم بكثره
من طبيعة الحال فهو يعطي سرطان محقق. يعني المكونات هنا كم من الهرمونات، انظروا الصويبين الصوجة شحال فيها 1000 ميكروغرام في 500 غرام، الكبايج الإكس البيض الآيس كريم الويت الجرم هذا القمح، البيز هي الحمص والحليب والبيف فروم ستير امبلانت كاتل هذه البقر المسمن، هذه أشياء أصبحت الآن في الأسواق، ونخشى على الأطفال ونساء الحوامل أكثر ما يعني نخشى على كل الناس، ولكن الأطفال لأن الوزن صغير وأي كمية ممكن أن تجعل ما تجعل في هذا الشخص يعني تشيكن رانواي يعني ولا هذه ولا يعني آلة ديال الدجاج، يعني آلة تقريبا ولا يصنع على إنتاج يعني غريب هذا الشكل. والبيض من طبيعة الحال هذا البيض ديال المزارع هو فيه كوليسترول، والبيض البلدي ما فيهش كوليسترول، ونشوفه إلى الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أنه أحسن كل شيء أحسن كل شيء، فإذا غيرت هذا الشيء فأنت تتحمل مسؤوليتك. يعني حليب، هل هو حليب الآن أم أشياء أم قنابل موقوتة نحن لا ندري ماذا نشرب، لأن الأبقار غيرت عبر جينيا، ويعني أمور خطيرة. البريست كانسر وسرطان الثدي هو أول سرطان الآن في الإحصائيات في أمريكا وأوروبا، أول إحصائية تعطي أول سرطان، سرطان الثدي يتبعه سرطان عنق الرحم، يتبعه سرطان بروستاتا عند الرجال، ثم سرطان الكبد، وكذلك الأوير المشكل ديال سرطان الرئة وسرطان الجهاز التنفسي العلوي. بعض الأشياء سمعتم أن إضافة الحديد في الطحين، إضافة الفيتامينات في الزيت، وإضافة اليود في الملح، هذا يا إخواني أقول أنهم يصححون خلق الله بقلم أحمر. علمتم ما أقول، يصححون خلق الله بقلم أحمر، هم يقولون لله سبحانه وتعالى أن هذا الخلق غير كامل ونحن نصححه بقلم أحمر، نحن لقد نسيت يا ربي اليود في الملح ونحن نضيف اليود في الملح لأنك نسيتها، ولقد نسيت الفيتامينات في الزيوت ولم تعرف كيف تخلق هذه الزيوت ونحن نضيف فيتامينات في الزيوت لأنك لا تدري كيف تخلق، وأنت خلقت قمح لا يعطي شيء ونحن نصحح الخلق يعطي القمح 120 قنطار في الهكتار، وأنت خلقت دجاج يعطي كيلوغرام ونصف في شهر في 5 أشهر، ونحن دجاج يعطينا كيلوغرامين في 40 يوما، فأنت لا تعرف كيف تخلق يا ربي، نحن نعرف كيف نصحح هذا الخلق. فسبحان الله، انظروا إلى العلماء كيف تشابه عالم الخلق، يعني أم خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. العلماء الآن تشابه عليهم الخلق، والله سبحانه وتعالى يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فضلال يعني ضلال مبين، ضلال العلماء الآن في ضلال، هذا خلق الله يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أنه أحسن كل شيء خلقه فقد أحسن كل شيء خلقه، نحن نؤمن بالله ونؤمن بالكتب ونؤمن ما يقول. أما أن يأتي العالم ويقول نحن تحسين هذه المادة، تحسين جودة هذه المادة، نحن نعطي حليب أحسن، فهذا خطأ وكذب أباطل، ولا يمكن أن نثق بهذه الأشياء لأنها من صنيع البشر، وكل ما يصنع البشر هو يخطئ ويصيب ويخطئ أكثر ما يصيب، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخطئ، فيعني لا يمكن، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بالخلق وهو أعلم بماذا خلق وأعلم بالخلق كيف خلقه، فلا يمكن أن نتجرأ عليه. ثم هذه الأشياء التي غيرت وراثيا، فعالم أمريكي اسمه قابيل نشر على شبكة الأنترنت، قرأت الخبر بالأحمر، كتب على شبكة الأنترنت بالأحمر الحليب لا يصلح للعجول فكيف بالإنسان، حليب الأبقار لا يصلح للعجول، يضر 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 ومضر للعجول، حليب الأبقار الآن لا يصلح للعجول، فما بالكم إذا تناوله الإنسان، هذه أشياء خطيرة. ثم ماذا نأكل في هذه الزبدة، الناس يشتريوها بحالة زبدة، مول الحانوت تدخل أعطيني الزبدة تعطيك مارغرين، يا أخي راه كاين زبدة وكاين مارغرين، المارغرين ليست زبدة، مارغرين مادة صناعية مصنعة 100%، ليست طبيعية وليست خالية من الكوليسترول كما يزعمون، ولا كذب في كذب. فهذا سؤال مأخوذ من 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 الانترنت على هذا الشكل، عالم أمريكي يقول بلاستيك اور باتر، هل تأكلنا الميكل بلاستيك، هل تأكلنا بلاستيك أم تأكلنا زبدة؟ زبدة فهي ليست زبدة، إذن فنحن نأكل بلاستيك، لماذا؟ لأننا لا نسخن المادة الدسمة السائلة على درجة 600 درجة حرارية ونحفزها بالبلوم بالرصاص
فمن طبيعة الحال تصبح بلاستيك، لأن الصناعة ديال البلاستيك اللي خدام في لوزين ديال البلاستيك راكم شفتوا كيف يعملون فيها صناعة بلاستيك، لما يصنعون أفلام من بلاستيك هكذا تماما يسخنون هذا البلاستيك ويمر عبر هذه يعني عجانات وكذلك هذه الآلات التي يعني تجر هذا البلاستيك يصبح أفلام. فمن طبيعة الحال المادة الدسمة لما تسخن على درجة حرارة عالية تصبح بلاستيك 100%. هذا الخلق الذي خلقه الله، المادة الدسمة التي خلق الله فيها السيس يعني الهيدروجينات فوق بحال الأذنين، هذيك الهيدروجين اللي مدورين عليها الهيدروجينات بجوج فوق سميتها الفورم سيس يعني الشكل سيس، ولكن لما يلعب بها الإنسان ويعبد فيها أو يصنعها تصبح ترانس، والترانس سرطانية والسيس غير سرطانية. الشكل سيس غير سرطاني والشكل ترانس سرطاني. ترانس هو كرسي، شتو الهيدروجين مع الكربون، كربون هيدروجين يعطي كرسي، هذه اللي مدورين عليها تسميوها على فورم شيز يعني الطلبه راه تعرفوا هذه كرسي تعطي سرطان محقق في الماده الدسمه، وهذه المكونات الترانس موجوده في المارغرينات طبعا. ثم ما هو الحل؟ الحل اننا اذا ما رجعنا الى اصلنا فسنقتل اشر قتله، سنقتل اشر قتله. لماذا؟ لان سنقتل ببطوننا، وكما نقول فالشماتة أن يموت الإنسان ببطنه، لكن يقتلون بكراشينا كما نقول إحنا في المثل الأمي، لها شماتة كبرى أن يقتلوننا ببطوننا. فكيف يمكن أن نرجع إلى الأصل؟ نرجع إلى الأصل إذا أخذنا غذاءنا الطبيعي. عندنا الحمد لله مكونات فواكه، خضر، لحوم، دجاج، بيض، كل شيء موجود يعني كاين علي غالي ثمن مرتفع نعم، ولكن موجود، المهم انه موجود. فاذا ما الناس شجعوا هذا الانتاج فربما سيكثر وربما الثمن ينخفض ولما لا، او اذا اشترى الناس هذه الاشياء فالقليل منها يكفي، القليل منها يكفي جدا. اما الاخرى فالناس الان في الدار البيضاء ياكلون اكثر من الناس في البادية ام اقل؟ الناس كانوا تقول العربية كياكلوا كتار، خطأ. الناس في المدينة أصبح لماذا؟ أنتم تأكلون أكثر لأن الناس في البادية ليس لا يتسممون على الأقل بالتلوث، فأنتم الذي تقاوم التلوث يجب أن تأكل ضعفين ما يأكله الناس في البادية غير باش تقاوموا التسمم عبر التنفس وعبر ما تمتصونه من تلوث في المدينة. يعني حتى الأصوات في المدينة، فحتى الأصوات في المدينة ستريس، تعطي ستريس وحتى هي تضيع طاقة في الجسم، مش غير ما تتنفسون، وحتى الأصوات وحتى هذه أشياء طبيعية موجودة في يعني الحمد لله بكثرة. الزيتون يا إخواني منتوج مغربي نحن نعلمه جيدا، ولكن هو ينتج، ولكن ما نأكله فهو يعني موت. الذي نشتريه من السوق نأكله فهو ليس زيتون إنما موت، لأنه شيء معالج بالسوجة ومحمض بحمض كبريتيك ثم تعطيه للمستهلك، لأن هؤلاء الباعة عاهدوا هذه الأشياء، يجب أن بيعوا هذه الأشياء قبل شهر اثنين لأن الزيتون كيف سدليم. فلماذا لا تشترون زيتون أنتم وتخمرونه بأنفسكم؟ زيتون مع الملح تضربونه بالحجر أو بسكين ثم تضعونه مع الملح في دوركم 60 كيلو ل 80 كيلو من الزيتون في السنة كافية لكل عائلة. فاشتروا زيتون يا إخواني وخللوه أنتم بأنفسكم في دوركم، لماذا؟ والله إحنا العجز يعني هما ينتهزون العجز يعني. أصبحنا ماشي عجز، أصبحنا يعني لا نقضي على شيء. يعني إنسان يأخذ الكار يمشي لقلعة سراغنا، يمشي لبني ملال ولا القصيبة ويجيب خنشة ديال الزيتون يرقى ديال ولاده والسلام، حسن ما يقولوا لي دير الولد للرباط ودير له السكانر وراه فيه سرطان ولا لا، ملي يقولوا لي كري لومبيلونس وديها لمرات السبيطار كيكريها ويديها عنده الفلوس، ولكن ملي تقول له سير زاوية الشيخ شري الزيتون ولا سير الأزود ولا قلعة السراغنة شري زيتون جيد ويجي يقول لك لا واش جامي يديني والطاكسي ما كاينش وتقول وهذا الشيء كثير عليا يعني هذه أشياء أصبح الآن هو الحل الوحيد. إذا أردت من لكن الناس كيقول لك كتكلم كثير، الحل هو هنا يعني اشتروا زيتون رقدوه لروسكم، يعني خللوه أنتم بأنفسكم. اشتروا قمح يا إخواني وطحنوه لروسكم، راكين المطاحين، اشتروا قمح وطحنوه وغربلوه لروسكم وديروه في ديوركم، بدل ما تشتروا خنشة مكتوب عليها مطاحين شي حاجة وهي ما عرفناش منين جايبها هذاك الطحين. ثم الخضر شو ردوا البال، يعني احذروا من الخضر، شوفوها منين مسقية ومنين جاية وفين كاينة وفين نبتت. يعني راه كاين خضر تجيكم من شتوكا وكاين خضر تجيكم من ولاد حريز، الدار البيضاء كلها أبواب، كاين خضر تجي من أكادير، كاين خضر تجي من قصب التاد، لكن يعني كل شيء يعني السوق ديال الدار البيضاء هو الذي يمتص الإنتاج تقريبا ديال المغرب كله، حتى أن ممكن من لوكوس تجيكم الخضر ولا من ملوية تجيكم الدار البيضاء، لأن الدار البيضاء تقريبا هي الاستهلاك المغربي، يعني كل ينتج للدار البيضاء. وعندكم مزية كبيرة أن الحمد لله سكان الدار البيضاء لا زالوا يستهلكون البلدي،
الدجاج البلدي والبيض البلدي والحجل وال... يعني ما زالوا كيستهلكوا هذه. فهذه مزية كبيرة في مدينة الدار البيضاء. واحد الوقت كانوا البياضة كيجمعوا البيض من البادية وتيجيبوه لجهة الرحبة الكراج علال وتبيعوه للناس. كنا منظمين في الستينات والله يا إخواني كنا منظمين أكثر وكنا أقوياء أكثر في الستينات. ضعفنا وأصبحنا مهينين ولا ندري شيئا يعني ما شاء الله. كنا أحسن بكثير في الستينات. كانوا البياضة كيجمعوا البيض وكيجمعوا الدجاج وكيجمعوا الوز والحجل وكيجمعوا كاع الخضر كيجيبوا لكم الزعتر كيجيبوا البقولة الخبيزة كل شيء كيتجمع وكيجي للمدينة كيتباع. كانوا الناس كياكلوا طرف ديال الخبز والناس كياكلوا منتوج وطني وهنا تتسمى تنميه. هذه تتسمى التنميه المستدامه. اذا شي واحد دار لكم محاضره على التنميه المستدامه هذه هي التنميه المستدامه. اما ان يتكلم عنكم عن اشياء وانتاج، نحن لا نريد انتاج شركات كبرى، نحن نريد انتاج فلاحه صغار كل واحد ينتج 20 بيضه وهذا يدور شخص يجمع من عند كل واحد 20 بيضه ويجيبها للسوق ديال الدار البيضاء ويبيعها للمستهلك في الدار البيضاء. هذا هو الانتاج. نريد فلاحين يجوا كلهم البصله الحمراء وكلهم دجاج وكلهم بيض ونجوا كلهم حلبه وكلهم حب رشاد وكلهم شعير باش نلقى الانتاج، تنوع في الانتاج. ما بغيناش انتاج واحد. الناس كيقول لك عندي 20 قنطار غنمشي نضرب القمح ونجي. انا خطا يا اخواني، خطا خطا كارثي هذا. ان الانسان ولا كنسموه لي مونوكولتير ولا كيديروا انتاج احادي. هذا الانتاج احادي يعني من ناحيه استراتيجيه خطير جدا. خلي الفلاحين يجوا، التنوع في الانتاج. القرعه الحرشه، هذه القرعه القرعيات، القرعه الحرشه كتجيكم من الشاويه من في شهر 4 في ابريل، شروها الناس ب 6 دراهم 7 دراهم. فالفلاحه ولاو كينتجوا هذه القرعه القرعيات اللي الدار البيضاء خصوصا، ولاو كيفرحوا بالثمن. لماذا؟ لان الفلاح في شهر 3 و4 تيتسمى عنده اول منتوج كيدخل به شويه ديال الفلوس. انتم يعني راه ماشي غتستهلكوا القرعه يعني بجوده عاليه وحتى انك عندكم اجر في هذوك الفلاحه هما ياكلوا هذاك الدرهم، لما لا؟ هذه هي التنميه، هذا هو التكافل الاجتماعي، استراتيجي تكافل اجتماعي، يعني انك تشتري وتبيع وتشجع كما يفعل هؤلاء الناس اللي راكم شفتوهم دابا الان راقين في المجتمع. لماذا؟ لانهم كيتعاونوا مع بعضياتهم. ان اللون ديال اللي كيشري من عند نفس اللون، طبيعه الحال هما يضغطون الان على الانتاج العالمي. هذه اشياء طبيعيه واشياء كذلك طبيعيه، لحوم الجمال ولحوم العنز. لماذا لا ينتج الناس لحوم الجماع؟ سيروا للرحبه وشريوا لحوم الجمال وشريوها غاليه باش تشجعوا الناس يبقاو يكسبوا الجمال. عرفتوا شحال دابا تسوى الناقه والجمل؟ شحال تسوى؟ مليون. زيدوا شويه. الى عندكم الله يرحم لكم الوالدين، الى عندكم النياق ولا عندكم الجمال، بجوج المليون بيعوهم لي انا باغيهم غدا نشريهم. 3 ملايين يا اخواني. 3 مليون اللي كتسوى الناقه والجمال دابا 25 26 28 الف درهم، 30 الف درهم توصل الناقه الان والجمال. يعني علاش الناس كينتجوا؟ ما عرفتش انا علاش الناس كيستوردوا هذه البقره. هذه اللي كيستورد البقره وتيزرع عليها، يحفر البيل ويزرع عليها فصه باش يعطيها تاكل باش يحلبها. اذا هي استراتيجيه خطيره هذه، راه الناس ما كيتنبوش ليها. هذه كان يشري البقره، هذا البقر المستورد، واش فهمتوا واش قلت؟ كيشري البقر ويحفر البير ويزرع ليها الفصه وتنوض الفصه يعطيها تاكلها عادي يحلبها باش نشربوا حنا الحليب. راه ماشي انتاج، هذا راه تخريب، هذا راه تخريب ماشي انتاج. الانتاج هو هذا الانتاج الذي لا يكلفنا شيء. الجمال ما كتكلفنا والو في المغرب، علاش ما يشجعوش الناس الانتاج ديال الجمال؟ هو اللي باغي يدير مشروع الان يدير مشروع الجمال. انا نوصيه ويربح فيه ان شاء الله 100%، من غدا يصبح يفكر فيه، مشروع في الجمال، مشروع العنز، مشروع العنز، مشروع الجمال، مشروع الدجاج البلدي، مشروع الديك الرومي البلدي، مشروع الايوز، مشروع الحجل، كل هذو مشاريع تنمويه، مشاريع اكل غذائي. وتجي للدار البيضاء وراكم عرفتوا السوق في الدار البيضاء من طبيعه الحال كل شيء كيتباع. عندنا اعناز من جوده العاليه في الجنوب عندهم المعز الاحمر، عندنا في الشاويه والمناطق هذه كلها عندنا معزه شويه كبر، المعزه كبر من المعزيه ديال الجنوب من طبيعه الحال. وحتى الحليب نعطي حليب اكثر، كاين عندنا نوع في الشاون عنزه تعطي لترين حتى لثلاث لترات ديال الحليب في النهار. هادو علاش ما يكثروش الانتاج من حليب المعز؟ وحليب المعز هو الجيد للاطفال الصغار، الناس تبات يشتكون وتشريو في الصيدليات تشريو في الحليب. حليب المعز حتى بكري الناس كانوا المراه اللي ما كتكونش في الحليب كيشري معزه لولده كيحلبها ليه. كانوا احسن منا بكثير، كانوا يعني ما شاء الله، كانوا تقدم هائل، كانوا راقين ارقى منا. الناس ما يقدروش دابا يعني من طبيعه الحال في المدينه ما غاديش تقدروا تشريوا معزه ديروها لي في السطح، ولكن على الاقل حتى في الباديه الان، في الباديه الناس النساء الان يشترون حليب من الصيدليات. في الباديه الان في الباديات النساء ما كيردعوش يعني. في المدينه كنقولوا للعيالات متسمات بالتلوث بكذا بالستريس خدامات وكذا. في العروبيه الان حتى في الباديه الان النساء ما بقاوش كيردعوا. كاينش انا شت عندنا في الباديه ديالنا عندنا نساء ما فيهمش حليب اصلا، ملي ولدت ما فيهاش الحليب اصلا. يعني هذا مصيبه عظمى. علاش؟ لان المنتوجات اللي كيستهلكوا الان في العربيه منين جايه؟ ماشي هي المنتوجات اللي كاينه تجول، المنتوجات اللي كيستهلكوها في العربيه اللي جايه من المرصه ديال الدار البيضاء.
ولو كيستهلكوا المارغرينات ولو كيستهلكوا حتى الدجاج هذا ديال المزارع ولو كيستهلكوا اي شيء زيوت نباتيه ولو كيستهلكوا كل شيء وحتى ماشي ما شات ما فضل على السوق في المدينه هو اللي كيمشي للاسواق ديال الباديه. يعني حتى الجوده متدنيه في هذه الاشياء خطيره وجوده متدنيه. فيعني الحليب هذا الا قدرنا نشريو حليب طازج على الاقل طازج يكون احسن من قدرنا نشتري، لان القانون الان ديال المصلحه البيطريه الان وزاره الصحه القانون يمنع الان بيع الحليب الطازج في المدينه. لماذا ما عرفناش هذا القانون اللي تحط علينا من السماء؟ ممنوع الان بيع الحليب الطازج. ممنوع ممنوع الان الى البوليس دابا لا البوليس لقى مثلا شي واحد ندخل الحليب يقبطوه. ممنوع القانون كيمنع بيع الحليب الطازج. وهذه يعني هنا يعني هذا ظلم للمستهلك، ظلم كبير للمستهلك. يعني جمعيه حمايه المستهلك هي حنايا كنا اول جمعيه نادينا باش يتباع الحليب الطازج حتى وزاره الفلاحه تباضت. قلت لك وانتم في عوض ما تقولوا لنا نحسنوا من الجوده ومن التلوث ديال الحليب خصو يتعقم، تقول لنا باغي نقول لا كاين حليب طازج بجوده عاليه. مراقبه الابقار التي تحلب. يكون البيطري يراقب الابقار لما فيها امراض تكون جيده وعالفه مزيان واكله الحليب حليب طازج بغينا، ويكون محلوب من نقي مزيان حليب طازج بغينا. ويعني كاين بعض الاشخاص مثلا في العاصمه في الرباط الان لا زالوا يستهلكون الحليب طازج، كيجيهم من هذو المزرعات اللي حول الرباط كاين الان كيستهلكوا حي الرياض وحي السويسي وسميتو الان الناس يستهلكون حليب طازج. ربما كيخرجوا هما الطريق يشريوا ويرجعوا لان قليل قليل كاين ولكن قليل. الخبز الا قدرتوا ترجعوا للخبائز ديالنا خليو عليكم هذاك الكرواسون بتي بانا وزيد فيها شويه الشوكولاته صوبها وكذا، رجعوا للخبز ديالنا، رجعوا للمسمن، رجعوا للحرشه، رجعوا للرز القادي، رجعوا للمغري، رجعوا للمطلوع، رجعوا للمسائل ديالنا. والا كانت مخمره النساء كيعرفوا هذا الشيء، الحريره بالخميره البلديه تكون احسن. إذا كان في الخميرة البلدية تكون أحسن، والخبز البغرير على الخصوص، البغرير، إذا كان بالخميرة البلدية يكون أحسن ويجي أحسن، يعني لأن كاين العائلات اللي ما كيجيش اللي ما كيصدقش لهم البغرير، فالخميرة البلدية يصدق لهم، كلهم يعرفوا هذا، وهذا الأمور علاش؟ لأن التخمر ديال الخبز البغرير هو يعني تيكون العجين شوية سائل، تيكون يعني ماشي بحال صلب شويه بحال الخبز الاخر. ولما يخمر بالخميره البلديه الخميره يعني الاصليه هذه الخميره المغربيه فالحمض الفيتيك يتحلل بسهوله اكثر من الخبز، وحمض الفيتيك هو الذي يشد الحديد ولا يتركه يمتص اثناء الهضم، ومن ثم يظهر عوز في الحديد وتظهر الانيميا عند الاشخاص. فاذا كان الخبز مخمر بالخميره البلديه لا يمكن ان تظهر انيميا، ولذلك في الباديه ملي كانوا الناس كياكلوا الخبز بالخميره البلديه ما كانش انيمي، ما كانوش كيعرفوا انيمي ولا سخفه ولا عوز في الحديد ولا عوز في اي شيء. ملي اصبح هذا يعني القمح مستورد والخميره صناعيه، يعني ما شاء الله، يعني حتى الخميره ما بقاوش كيشريوها النساء، ولو كيشريو الخمارة، لأن الخمارة دغيا كتنفخ الحمز هي شنو بيكربونات، البيكربونات الطلبة في الجامعة البيكربونات ملي كنضيفوا عليها الماء كتخرج CO2، CO2 هو الغاز اللي كينفخ الخبز حالا فورا، كتزيد البيكربونات كتنفخ الخبز فورا، حتى ديك ساعتين ديال التخمر بالخميرة الصناعية مابقاوش قابلينها يعني. وحتى الآن طحين يباع بالخميرة ديالو، طحين يباع بالبيكربونات كتزيد غير الماء صافي وعندك الكيكه واجده مصايبه. هذه يعني كيلعبوا لنا على 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 التكاسل ديالنا وعلى العجز ديالنا، ما تليناش قادرين ان نخمروا ولا حتى الخميره البلديه. اقول يعني مع الناس اللي علي الناس ديال الدار البيضاء اغلبهم من الشاويه ولا دكولا ولا شويه من رحامنا ولا من قصب التادله ولا من نواحي اخرى، ولكن كنا كنعرفوا بان حتى البنت من كانت ملي كتزوج بالاشياء اللي كانت امها كتعطيها شو لو سافوار فير، هذا هو لو سافوار فير، من الاشياء اللي كانت امها كتعطيها باش تديها معها البيت ديالها كانت تعطيها الخميره البلديه. الان ما عرفت شنو كتعطيها، ما عرفت واش كتعطيها كتالوج ديال المطبخ تقول لها ديه معاك نقلي منه، والله ما ادري. من الاشياء كانت تعطيها اشياء، كانت تعطيها صينيه ومهراز وبراد ماشي، كتعطيها الخميره البلديه طرف من الخميره البلديه تديه معاها. اي ماشي ما بقاش يعني كان كنا راقين اكثر من قبل، كنا راقين احسن اكثر من الان، وكنا منظمين احسن. الشاي مشروب هذا المشروب المغربي يعني حتى واحد الوقت ولا حتى لا زالت في الدار البيضاء، والدار البيضاء هي مدينة حساسة وهي مدينة كارثة الموضة. الدار البيضاء مدينة كارثة الموضة، هذا ما أخذه على الناس ديال الدار البيضاء أنهم حساسين للموضة. شيء ظهر في أوروبا يكون في كراج علال، يكون في الدار البيضاء، يعني ما كاينش. ظهرت جين اللي هي الجين هنا، ظهرت القميجة المزوقة اللي هي القميجة المزوقة، تقاشر مزوقين في طنجة، تقاشر مزوقين في الدار البيضاء، يعني مدينة الموضة، مدينة حساسة جدا يعني. ملي كيظهر ثوب بشكل ما ولا فراش ولا حاجة في أي شيء خصو يكون في الدار البيضاء. وهذا الأمر خلى يعني بعد يعني جعل بعض المأكولات ولا بعض العادات الغذائية وبعض الأعراف ديالنا أنا تندثر وهي جيدة جدا. منها أن الناس اللي كيشربوا أتاي عربية واللي كيشربوا قهوة مدينيين ويعني راقين.
حتى الناس ولا ولاو كيخجلوا اللي تيقول له شربتي ولا قهوه تيقول لي شي قهوه هو ما بغيش قهوه ولكن تيقول لي قهوه يعني يعود الناس يضحكوا عليه تيقول له براد ديال اتاي يقولوا براد ديال اتاي كنشرب براد باغي تاي كنشرب براد ديال اتاي شنو فيها بغيت تسي بغيت تسايكوك بغيت تسايكوك ماشي ولكن الناس ولاو كيخجلوا علاش لان كيخاف لي يضحك لي ولا شي حاجه هذه امور خطيره جدا واللي كنسميو حنا اللي كنسميو استسمح والله اطلت ولكن استسمح لان هذه المعلومات يجب ان تعلموها يا اخوان لانها امور خطيره جدا والا ما يكونش تغيير نحن ناتي بالحل ماشي غير هضره يعني لا رجعنا للاصول ديالنا سنكون يعني امه قويه امه ماشي دوله امه فكان هاد الامور اللي كنسميو حنا بالفرنسيه لي في جروب شنو هو لي في جروب هو واحد الطفل مثلا عندك انت ما كياكلش اللوبيا في الدار ما كياكلش اللوبيا ملي كيمشي للمدرسه والمطعم ديال المدرسه وكيجلس مع الاطفال كياكل اللوبيا مع الاطفال كيشوف الاطفال ياكلوا اللوبيا كياكلوهم هو لي في جروب اللي كنسميه حنا هذه ماشي التاثير ديال الجماعه يعني في الاكل ان في الدار البيضاء ملي كيشوفوا الناس ثلاثه ولا اربعه الناس كلهم طلبوا القهوه تقول لك انا طلبتها تي غيضحكوا عليا قلت له قهوه ما كيشربهاش كتجي حاره ولا كتدوخو اجي سميتو على بقينا على المشروب ديالنا اتي وبالعكس ان اصبح الان اصبحوا مدمنين على القهوه والقهوه فيها عاهتين ماشي صحيه عاهتين اجتماعيتين اولا انها تضيع الوقت ثانيا انها تضل في القهوه تنم في الناس حتى الناس مابقاوش يتفرجوا في الماتش في ديورهم عايلة بغا يتفرج الماتش يعني سلمنا بانه غادي يتفرج الماتش وعدوا الوقت فاش يتفرج سبحان الله يعني ولا بغا يتفرج في الماتش ويتفرج في وسط الناس في القهوه كيتسمى لي في جروب تما اذا تفرج في القهوه احسن ما يتفرج في الدار لان غادي يسمع الناس يشجعوا ويتلزوا ويتحطوا ويضربوا ويقولوا هذا يعني احسن فالعاهتين الاجتماعيتين انك تتهرس تضيع الوقت ديالك ثاني انك تضيع المال ديالك لا شيء لا تصلح لشيء تتخلص قهوه ب 6 دراهم وكتضيع ساعه ونص وكتكلم في الناس صافي ما كاينش وهذيك الهضره غتوصل لواحد اخر وغادي تفقع عليك وغتسقف ربما في المحكمه هذه مصيبه عظمى لان تجنبنا هذه المشروبات ونسدوا هذه المحلات بالله عليكم اش تيديروا لنا القهوه دابا لحالي اش كيديروا لنا يعني ضياع الوقت ضياع المال وحنا تنستوردوا القهوه بالدولار القهوه راه شتو راه الثمن ديالها مع البورصه تنستوردوا منتوجات خطيره على الميزانيه حتى ديال الدوله انا استورد شاي نعم المغرب تقريبا اول بلد مستورد للشاي نتعامل مع الصين ومع السايلان مع الهند كذلك نستورد شاي بكثره راك مشتو شحال ديال الانواع دابا معروضه في السوق فهيا اللي نستهلك شاي ولكن نستهلك شاي بالطريقه المغربيه براد يشربوه الناس العائلات تشرب اتاي ولا حتى في القهوه ثلاثه يشربوا براد ولا حاجه اذا كان لابد هذا فيكون اتاي احسن من القهوه أنا اقول شاي احسن حتى الضرر الصحي الشاي ليس فيه ضرر الا السكر من الناس من يقول النعناع علي النعناع الان نحن ازلنا النعناع منذ 5 سنوات من القاموس ديال التغذيه والجمعيه ديالنا راه عملت يعني منشور في الصحف مكتوبه وعملنا حتى على الاذاعه ان النعناع الناس يقلعوا عن استعمال النعناع في الشاي لان الرشان ديالو ولا مرشوش بواحد الطريقه هذاك البرومير دو ميتيل يعني امر خطير السم بحال الدواء ديال الفار هذا اللي كيرشوا به فما يمكنش حنا نبقاو غاديين في هاد المسائل الخطيره ويعني ما يمكنش ما يرشوا شاي لان الا ما رش ما عنده صفر انتاج خاصو يرشوا من اللي غادي يرش النعناع ما عندوش حبوب غناخذوها غادي يرش الاوراق والاوراق هي التي نعملها في مع الشاي ف نعم مبيدات هذيك لا نتكلم مبيدات حدث ولا حرج في العالم ليس في المغرب ليس هناك منتوج بدون مبيدات ليس هناك منتوج بمدن مبيدات هذا العام حتى البصل الاحمر هذا العام حتى البصل في الناحيه ديال ولاد حريز جيت برشيد حتى البصل هذا العام رشوه البصل ما كان يرش البصل ولا عهدنا حتى الحمص والفول كانوا يترشوا ولا العدس كل يترش حتى الحلبه في جيت سطاتنا واحد ديال السطات من الناس اللي كينجوا الحلبة تما حتى الحلبة الان ترشت حتى حب رشاد هرشوا ما كاينش حاجه لا ترش الان حتى القرعه هذه اللي تجيكم ولا تعملوا لها فوسفات في الارض دي زونغري باش تعطي منتوج كثير وباش المهم نحن الان بصدد هذا استعمال بعض المسمدات العضويه الغبار يكون احسن لكن ثقيل يعني السرعه باش غاديين ثقيله لان ما يمكنش نديروا كل شيء في خطره ولكن على الاقل الى وصل الخبر للناس فيمكن فبعض العادات يا اخواني عن طريق الموضه خربت لنا هذه العادات الغذائيه ديالنا فما تخجلوش الا كنتوا تشربوا اتاي ولا كنتوا تبغوا اتاي ما تخجلوش الا كنتوا تاكلوا الحمص والله صيحوا الا بغيتي تاكل الحمص كل الحمص يضحك عليك ولا ما يضحكش عليك خليه يضحك عليك ولا كنتي تاكل العدس كل عدس الا كنتي تاكل خبز شعير كل خبز شعير يعني هذه ديال يخجل ويحشم وغادي يضحكوا عليا سميتو عليه خربت بعض كثير من الاشياء خربت كثير من الاشياء خلات بعض الوجبات تمشي مثل مثلا هربل علي هربل مازال الناس كيعملوا
نواحي ديال بني ملال ازيلال يعني نواحي جبل الاطلس كلهم يعملوا هربل يعني لا احد حتى يعمل كلمه هربل ولا ولكن يا اخواني بركوكش عندنا في الشاويه ما كاينش لا احد يعمل ولا زميته الان زميته ما بقاش الناس يعملوا زميته الشعير يعني تعرفوا ان المكون الغذائي الذي لا بد له من الطفل شنو هو والله ثم والله هو زميته الشعير الغذاء الذي لا بد للطفل منه لا بد ما ياكله الطفل لان فيه مكونات لا توجد الا في هذا الاسم فما بقاش الناس يحمصوا هذا الشعير كان الشعير ملي تيتمر تيحمصوه في الفراح وتيطحنوه وتيصيبوا منه جوج المكونات كاين السميد كيبقى يرطبوه مع البنت ياكلوه هو احسن غذاء للطفل وللنساء الحوامل وكان هذا المسحوق كانوا المسحوق هو اللي كيسميوه الزميته المسحوق كانوا كيعملوه اما مع عسل ومع شاي كاين اللي كيعملوا معاه مع شاي وكاين مع اللبن كيخلطوا مع اللبن وهو يعني اسماء وجبه غذائيه الان تعطى صحيه اللي كانت في دياتيتيك في علم الحمية اسماء وجبه ما بقاتش ولا حتى الناس ولاو رفيسه كلمه رفيسه تجي محشومه والتردة تجي محشومه ولا الاسماء هذه لا ما يجب ان نفتخر بها يا اخواني شوف واش عندهم وما